أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتوجه إلى القاهرة وعمان في إطار زيارته السنوية خلال شهر رمضان، حيث من المقرر أن يزور مستشفى في العريش ورفح على الجانب المصري. يأتي هذا في حين استقبل مطار العريش اليوم الطائرتين 41 و42 القادمتين من المملكة العربية السعودية، وتحملان عددا من المساعدات الطبية والحقائب الشتوية والمواد الغذائية لأهالي قطاع غزة. مزيد من المعلومات يطلعنا عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين من مدينة العريش، نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. بداية دعوني أنقل لكم من خلال المتابعة اليومية لنا لحجم الشاحنات، تزداد عدد الشاحنات تباعا في مدينة العريش، سواء هنا في الطريق العام الذي نتواجد به أو حتى أمام المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر. هناك عدد كبير من هذه الشاحنات المصطفى لتذهب تباعا إلى معبر رفح. إذا ما تحدثنا عن معبر رفح ودخول الشاحنات، عدد من هذه الشاحنات دخل بالفعل إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة، ثم وصول 90 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني بها عدد من المساعدات الإنسانية، لكن أهم هذه المساعدات هي المساعدات الغذائية، نظرا لأن التقارير الدولية تشير إلى قرب حدوث مجاعة داخل قطاع غزة بسبب قلة الغذاء وعدم وصول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية. نتحدث أيضا عن استمرار معبر رفح واستقبالي للمصابين والجرحى. نتحدث عن أن المعبر اليوم استقبل 33 مصابا يتلقون العلاج الصحي والخدمات العلاجية الأولية وتشخيص الحالات داخل معبر رفح، ثم نقل الحالات المصابة بناء على حالات الجروح أو الكسور المصابين بها إلى المستشفيات المتخصصة. نتحدث أيضا عن مطار العريش الذي استقبل اليوم طائرتين، الطائرة 41 و42 القادمتين من المملكة العربية السعودية بها ما يقرب من 10 أطنان، بها عدد كبير من الحقائب الشتوية وحقائب الإغاثة والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية. استلم الهلال الأحمر المصري هذه المساعدات وانتقلت بالفعل إلى المخزن الاستراتيجي لحملها على الشاحنات التي ستذهب تباعا إلى معبر رفح المصري. هذه هي الصورة من مدينة العريش ومعبر رفح البري. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.